ماهي ركزي منيح، هيك شغلك صح، استمري هيك. أنا بعتذر مدام. شو اللي جابك لهون؟ ماهي أنا لازم أحكي معك. إيه مدام، شوفي أنا عاملة حفلة اليوم المساء وبتمنى إنك تكوني موجودة. إذا مو ممكن قولي من هلأ. لا مدام رح نجي أكيد. إيه طيب اسمعيني، في مباراة خيرية رح تنعمل ضد يلي كان رح ياخد العقد قبلك، لهيك خصمك رح يكون أنوراج. اسمعيني أنا ما رح أجبرك، بس هاي فرصة مهمة لإلك، والمفاجأة إنه في شركة عالمية رح توقع عقد مع الفائز، وهذا شيء كتير مهم. فكري منيح. لا مدام أنا جاهزة. متأكدة؟ إيه أكيد. ممتاز، هالمباراة رح تنقل خططي خطوة وخطوة كبيرة لقدام. لو سمحتوا بدي ابتسامة. يا أنسي وانت يا أستاذ كمان لعندي. شوفي لقلك، إذا أنت ما اطلعتي بعيوني ما رح تربحي. اطلعي بعيوني حتى تربحي. يلا يا سنزي يا بطال. ماهي اسمعيني اسمعيني، انتظري شوي روقي. لا تضربي على وشي من شان تشوفي عيوني، ارحميني بس شوي رجاء. انرش 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 انرش. بس ليش هيك انوراج ما عم يدافع عن حاله؟ ليش هيك مبسوط بهالوضع؟ صار لك شي؟ لا. قدران تكمل؟ هالشي كتير غريب، انت خايفة علي بشكل كبير صح؟ غريبة ما؟ بدي افهم، هي ملاكمة ولا شو؟ تصرفاتهم مو طبيعية ابدا، بعد ما ضربته هلأ خايفة عليه. ماهي اسمعيني شوي، بترجاكي انتظري شوي. اسمعي ليكي، قليلي بحبك وهيك مشاكلنا رح تخلص للأبد، صدقيني رح تخلص. بس مرة واحدة قليلي أنا بحبك. ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. يا سلام يا سلام، شفت شلون؟ أنوراج ما عاد بيخجل، تصرفاته مو معقولة، إذا فقدت السيطرة عليه هلأ يمكن تخسره للأبد، عم حذرك. لا 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 مستحيل، لا لا، الشيء اللي عم شوفه هلأ مستحيل. أنوراج ما رح خليك تعمل يلي ببالك أبدا. أنوراج
أحسنتي. أنا بهنيكي معي. تفضلي. تهانينا، أنت بتستاهلي هذا اللقاء الأول إليك. حاولي تكوني رايقة. أهلا وسهلا، عن جد شكرا كتير على دعمكم. بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بهالمباراة الخيرية. نحن فخورين بما هي اللي أثبتت أنه المرأة مو أقل من أي رجال بمجال الملاكمة. إذا أنتم في عندكم سؤال لماهي تفضلوا. شكرا. ممكن تحكي لنا عن شعورك بعد ما ربحتي؟ مبسوطة كتير هلأ، بس كنت انبسطت أكتر لو ما استسلم خصمي بهالسهولة هي. كنت متوقع أنه يكون في منافسة قوية كتير، بس لا، ما صار هذا الشيء. شكرا. أنوراج، شو شعورك بعد خسرت الكأس قدام لاعب من فئة السيدات؟ رائع بصراحة، مبسوط كتير. ما عندي كلمات بتوصف البطلة ماهي بالمرة، وأنا فخور أني لعبت ضد هيك بطلة اليوم. لو سمحت. وهلأ حابة استدعي المدير العام لشركة بيلي دين. مرحبا. مرحبا. أهلي. شكرا. العفو، تفضلي. شكرا. احكي لنا عن شعوري. أنا كتير مبسوطة اليوم، والإنجاز اللي حققته فخورة فيه وبهدي لأمي. مرحبا. شكرا على دعمك الكبير. العفو. عندها مؤهلات وموهوبة، جيبيها معك على حفلة المساء. لا، رح يكون في كتير داعمين لإلها. أكيد رح خليها تجي على الحفلة. شكرا لك. يلا عن إذنكم. عن جد إنها بطلة. إيه عن جد. بس مدام، أنا ما رح أقدر أردلك هذا المعروف بكل حياتي، صدقيني. أنا عملت كل هالشي لحالي، تستحقي. أيوة، كمان هلأ مدير الشركة عزمنا على الحفلة. حفلة؟ شو بدي أعمل بهالحفلة؟ لأنه كلهم بيكونوا أغنياء. ما هي ما حدا بتصير له هالفرصة. هاد شخص مهم، هو عزمك شخصياً، لهيك لازم تروحي. بعدين أنتي لا تاكلي هم، خلص أنا رح ساعدك. ماشي. الصورة كتير حلوة. الصورة حلوة. المهم، ما هي لازم تجي اليوم على الحفلة. هالبنت مميزة، صحيح هي بتحب المشاكل كتير، بس أنا رح خليها تصير أهدى من هيك بكتير. أنا فيني أعملها نجمة، بس قبل هالشي لازم أقعد معها ونتفق على كم شغلة. عفواً. هاي والله ماهي، ردي على التليفون. آسفة ماهي، بعرف إنه ما دخلني، بس بظن إنه أنا راجع بتصل فيكي دائماً مشان يتقرب منك. اسمعي، هو غيران منك،
لأنك موهوبة أكتر منه، بس عم يتظاهر بالحب لإلك. هاد طبع الرجل، لأنه وقت الرجل ما بيقدر يتغلب على المرأة بيتظاهر إنه هو عم يدعمها. بس اسمعي، هو هدفه إنه يفشلك. لازم تكوني حاسة بهالشي، ولازم تنتبهي على الناس اللي بترافقيهم مزبوط، وعلى تصرفاتك. تاري أصدقائك بحرص، ما رح أتدخل، بس برأيي خليكي بعيدة عنه. إيه بعرف، وما في داعي تقولي لي هذا الحكي مدام، لأني أنا بكرهه، وبعرف كتير منيح مين بيكون. خدي هاي، منيح، هادي اللي بدي إياه. إيه. بترجاك اللي وين ماهي؟ الموضوع كتير مهم، وقلت لحالي رح أجي بشوفها بالبيت، من شان هيك أجيت لهون هلأ. ليكي ساريتا، طلعي، ماهي أخدت هاي الشهادة، الإعلاميين كانوا هنيك مشان يعملوا لقاء صحفي مع بنتك. بس ماهي بخطر هلأ، هي لحالة محاطة بالأشرار، انتو ليش ما عم تفهموا علي هذا الشيء؟ عن جد؟ ومن المفروض هلأ أنه نحن نصدقك فوراً يعني؟ لك لازم تصدقوني، لأني عم أقول الحقيقة، ماهي كتير بتهمني. عن جد أنا آسف، أنا عم أعمل كل هذا الشيء لأنه ماهي بتهمني وكتير قلقان عليها. يا جماعة بترجاكم افهموا علي، هي بخطر هلأ. أستاذ، ممكن يكون عم يقول الحقيقة مزبوط؟ لازم نحكي مع ماهي تحسباً. لحظة، ما في هيك شيء بنوب. أستاذ اسمعني شوي، أنت عن جد مفكرة إنه هو هلأ بتهمه ماهي؟ نسيتي إنه أنوراج هو يلي خطفها؟ ساريتا كيف تقدري توثقي بهاد؟ فهميني، لو كانت ماهي بتهمه ما كان حكى أي شيء. ليك إذا صار أي شيء لماهي، فوقتها أنتوا ما رح تقدروا تسامحوا حالكم، وأنا ما رح سامحكم كمان. إيه ما تحاول تتزاكى، أنا بعرفك منيح كتير، أنا بعرفك وحافظك، خليك بشغلك وروح من هون. يلا طلع، روح من هون. يلا لحظة شوي. تفضل، وقعت تليفونك. استعز، يلا فوت وارتاح جوا. هلا شو لازم ساوي؟ هاد ما بيستسلم. نعم مدام، منيح رديتي علي. مدير الشركة الراعية شخص مو منيح بنوب، هو سيء وبده يستغلها لماهي. بترجاكي منعيها من الروحة على هالحفلة، بترجاكي، أنا ما قدرت أوصل لماهي أبدا. هلا هاد أنسب وقت. أنا راج مو قدرانة اسمعك. بترجاكي ما تخلي ماهي تروح. ألو ألو، أنا راج مو قدرانة. أنت عم تسمعيني؟ ألو 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 ألو، شو أعمل؟ حبيبتي ماهي، ما عندك فكرة شو مخبيت لك بهالليلة، وأنا راج رح يعمل لسه شي أسوأ من يلي ناطرك. هو رح يبلش يكرهك لأنك عم تعملي شغلات ما بيحبها بنوم. سوراب
ايه سوراب اسمعني شوي، بتعرف مدير الشركة الراعية؟ طيب اجيتك دعوة لحفلته شي؟ رد لي خبر بس تعرف، ماشي؟ اهتم بالقصة. ايه ما رح اسمح انه يصير لشي حتى لو هي ما بدها ياني ساعدها. تعوا شوفوا ملاكمة البطولة الآسيوية. لو سمحتي انتي بطلة بس نفتخر فيكي. يلا تفضلي. صور صور لو سمحتوا، ممنوع الدخول. ديري بالك ماهي وعلى مهلك. ما تخافي أنا هون معك. يلا امشي. مرحبا كيفكم؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا. الصبايا الحلوين هنن أكبر نقاط ضعفي أستاذ، حتى أهم المشاهير ما عندهم خفة الدم اللي عندك يا حضرتك. تعرف شو مهمتك؟ إيه أستاذ طبعاً، أنا رح نفذ كل شيء. ما هي استرخي، طالعة بتجنني كمان. حاولي إنك تختلطي بالناس اللي هون، مفهوم؟ هالفرصة مهمة. رجاء أنا لازم فوت لجوا. أستاذ هاي الحفلة خاصة، ما بتقدر تدخل بدون دعوة. أنا أخوه لبراكاشي خوات، ربح الميدالية الفضية ببطولة السباحة، خليني فوت. يلا لو سمحت. أستاذ حتى لو أخذ الميدالية الذهبية ما رح خليك تدخل، هاي الحفلة بدها دعوة حصرا، روح وإلا رح أتصل بالشرطة. لو سمحت، حتى الإعلام والصحافة ما قدروا يدخلوا بلا دعوة. أهلا وسهلا. ماهي السيد كبور. أهلين. أهلين. هالشخص مهم كتير، بتوقيع صغير بس بيقدر يغير لك حياتك. خليكي لطيفة. أهلين. روح. شكرا. هلا شو لازم اعمل؟ روح. الو. لا انا ما رح اتاخر عليكم. فيني ساعدك؟ ايه طبعا. تفضل من هون. تفضلي من شكرا. شكرا. خلاص سبقني انت. عفوا بطاقتك. انا رح ادخلهم لجوا. روح. تفضلوا رجاء. مرحبا عزيزتي. أهلين، كيف صحتك سيد شوبرا؟ أهلين. بتمنى تكوني مبسوطة. هاي الحفلة بس مشانك. أستاذ هاد من ذوقك. شكرا. أنا رح أجيب العصير. شوفي أمي، عم تفكري بماهي ما هيك؟ الأستاذ برا. بتمنى تكون ماهي منيحة هلأ. أنا راجلة ولا لا؟
بعد ما شفت حالة أنوراج اليوم حسيته بحب أختك ماهي كتير وبخاف عليها. أنا بتمنى ما يزعجها يا ماما. هاتي الأستاذ بيكرهه وكمان ماهي مثله، وهي شوية لانا أنا ما ارتحت لها أبداً ولا حتى قدرت إني أوثق فيها. أستاذ أنا ما بدي، شكراً لإلك. لا تقلقي ماهي، بصراحة هذا جبته خصوصي لإلك، جربيه ولا تخافي أبداً. تفضلي يلا يلا خدي يلا. انت مين بتكون؟ ما دخلك بهالشي. معقول ما فهمت كلامها؟ قالت لك ما بدها تركها. لك مين هذا الزلمة؟ تعرفيه؟ انت ما بتخجل على حالك؟ اه؟ لك عم تستغل وحدة بعمر بناتك معقول؟ برأيي تروح وتشوف حالك بالمراية. انت مين عزمك لهون؟ شوية لانا؟ هذا معك؟ طول بالك. اسمع اسمع، انا مو بحاجة دعوة من حدا، هدول الناس قراب مني، وكمان ماهي بيهمني أمرها كتير، واللي بخصها بخصني. خلصني وروح من هون، هدول ضيوفي وانت رح تتحاسب. ماهي أنا عم ازعجك هون؟ يلا احكي لا تخافي من حدا. لا أستاذ انت ما عملت شي، هاد هو اللي عم يزعجني وبيضل لحقني على طول. ايه مزبوط، وانت بتعرفي ليش رح ضل عم الحقك. انسي ماهي، كنت مفكر انه انت حابة توقعي العقد معنا اليوم، لهيك كان لازم شوفك معنا. هذا استثمار كبير ونحن بدنا حدا يمثلنا ويكون ذكي ويركز على الشغل، بس بظن انت عندك مشاكل شخصية بس فيك تعالجيها، نحن مو بحاجتك عنا ومضطرين نشوف غيرك. انا اسفة استاذ، بس قلي وين غلطت؟ ما دخلني فيه، لا تعاقبني بسببه، انا بترجاك. انا عم حاول على طول أن يكون دائماً بعيدة عنه. ما هي أنت مو بحاجته، تعالي معي. وقف استنى شوي، تركني بحالي، ما دخلك، فهمت علي؟ ما هي أنا بعرف شو عم يحاول يعمل، يلا تعالي معي خلصيني بقى. أنا راشير لا تتصرف كأنك أبي، أنت ما دخلك فيني، خليك بعيد عني وعلى طول خلي ببالك هالشي، ما دخلك بقراراتي بنوب لأنه ما رح اسمح لك أنه تتدخل، فهمت؟ واضح حكي؟ لك شبك ما عم تفهمي انه هي غلطة كتير كبيرة؟ خلص اسكت وروح من هون، وهلأ انا رح اعمل جهدي لحتى اوقع العقد. شكرا استاذ، شكرا على مساعدتك، وانا حابة اني اشتغل معك لهيك منحكي بالتفاصيل. أكيد أنت عم تمزحي ما هيك؟ ماهي خلينا رايقين وبلا ما نخرب هالحفلة، وكمان شو رأيك نرقص سوا؟ إيه. مع السلامة أنوراج، اللعبة انتهت بالنسبة إلك لأنه حبيبتك الحلوة عم تبعد عنها. نرقص، موافقة. روق شوي لأنه شكلي رح أضربك شي كف مرتب. ماهي ما رح ترقصوا بنوب، خلينا نروح يلا أمشي. لك اترك إيدي، انت عم تتجاوز حدودك كتير. استاذ يلا خلينا نرقص. شباب فيكن تنبسطوا بالحفلة. هي ما عم تفهم علي. نرقص يلا، انت لازم تتعودي. شبك انت شو عم تساوي؟ هذا واحد سيء ومو منيح ونصاب كمان، انت بتعرفي انه بده يستغلها لماهي. ليش ما عم تفهم الحقيقة؟ اه انت خلص خسرتها لماهي، ولهيك جاية تفشلها اليوم، وما بدك ياها انه توقع على العقد. انت ما بتقدر تشوف ماهي انسانة ناجحة؟ لو ما كنت بغار عليها يعني كنت رحت وحكيت مع أمها بس من شان تخليها توقع هذا العقد؟
بتعرفي شو؟ أنا بس لو كنت بعرف إنه هالنصاب هو اللي مقدم العقد ما كنت رح أسمح له تجي. لا مو معقول، بما أنك كنت رح تحصل على هذا العقد كان كله منيح، ولما صار العقد كرمال ماهي بلشت تكتشف أغلاطه صح؟ بس هو عم يحاول يغلط معه، أنت ليش ما عم تفهمي عليه؟ إذا مهتم فيها عن جد فاتركها بحالة وروح، وإلا رح أرميك برا. يلا ما رح روح، واعملي شو ما بدك بقى. لك أنوراج أنت كيف؟ أنوراج أنوراج أستاذ أنت منيح؟ إيه ولا يهمك أنا منيح. أنت مو معقولة، لك ما عم تفهمي علي يعني؟ تركني بحالي وما عاد تغلط بحقه. أنوراج بكفي. ليش ما عم تفهمي علي؟ هذا نصاب، ليكي كيف عم يطلع عليكي؟ هو عم يحاول يستغلك. طالعوا. بكفي، زودت كتير، هاي حياتي أنا وما عندك أي صلاحية لحتى تقرر عني أو تلحقني. أنت شو بتقربني؟ قلي شو صفتك لحتى تمنعني؟ ماهي طولي بالك، ما في داعي تعصبي من هيك ناس. أنت كيف بتتجرأ؟ خلاص حتى لو بدك تكرهيني أنا ما رح خليكي تبقي هون. أنوراج أنا ما رح سامحك. خدوه من هون يلا. لك ماهي اسمعيني، أنت هيك عم تغلطي كتير، تستاهل هالشي. يلا لبرا لك، حاول ترجع لهون. استاذ أنا آسفة بعتذر. اعتبريني نسيت اللي صار، بس أنت أكيد قبل ما توقعي العقد برأيي لازم أنك تحلي مشاكلك. أنا آسفة كتير، عن جد ما كنت بعرف أنه أنوراج رح يعمل مشكلة هون. أنا بترجاك لأنه ماهي ما دخل فيه. نوب برأيي ما لازم نوقع العقد نهائيا. بترجاك أنت لازم تسامحه، بس مزاجي تعكر بهالحفلة، حابب كون لحالي شوي هلا، تعرفي؟ أنا بحاجة للهدوء. ماهي بصراحة حجزت غرفة هون، تعالي نحكي شوي مع بعض. إيه هي فكرة منيحة وأنا رح أروح. لا رجاء أنتي خليكي هون مشان تديري بالك على الحفلة وعلى الضيوف، ماشي؟ أنا وماهي هلا رح نتعرف على بعض أكثر. إيه طبعا. ماهي بس كوني على طبيعتك وجاوبي على كل أسئلته، ولا تحسسي إنك متوترة، وخليه يتعرف عليك كتير منيح، ماشي؟ ماهي اسمعيني، أنت عم تغلطي هيك، فهمي علي، ماهي لا تغلطي، هاد شخص سيء. ماهي اسمعيني وتعالي معي بترجاكي. فكري يا ماهي، أنت بدك تنسحبي وتروحي مع رفيقك أو بدك تصيري مرة ناجحة؟ أستاذ هذا مانو رفيقي، خلينا نروح ونحكي بالغرفة. ماهي اسمعيني، ماهي تفضل. ماهي انت عم تغلطي، تعال هون. ماهي لا، ماهي استني، لا تروحي معه، بعدوا عني، تركوني بعد. تعال هون. لك اتركوني بقى. ما هي اليوم كل شيء عم يمشي مثل الخطة تماما، ويلي صار كان لصالحي بشكل كبير. بعد الليلة ما هي رح تكره تسمع باسم أنوراج. تعالي ماهي تفضلي، ما تخجلي. أه
يلا خدي راحتك. لازم نكون صريحين ومريحين، لا تضلي هيك، عدي براحتك واسترخي. مرتاحة بقعدتي هون. بس شكلك مو هيك. يلا استرخي. اليوم رح نفتح قلوبنا ونتعرف على بعض. شبك؟ أنا بأكد لك إنك رح تنجحي. لازم تركزي منيح وتفهمي شو تعملي بالضبط، لا تضلي متوترة وقلقانة. أنت رح تكسبي التحدي، إيه؟ اطمني، لأنه ما في طريقة سهلة للنجاح أبداً. تعرفي شو؟ النجاح بده تضحيات كتير. بدي اياكي تروقي شوي، لأنه ما لازم تتوتري كل هالقد. من اليوم انت رح تصيري حدا مشهور كتير، وما لازم تضيعي الفرصة من ايدك. بعرف انك مختلفة كتير من اول مرة شفتك فيها، كتير مميزة، انت كتير حلوة بصراحة. بحب قلك انتي رح تكوني الممثلة الأساسية لشركتي عن قريب، بس نحن قبل ما ناخد أي قرار بدي اياكي تعرفي رح تستفيدي من شركتي. بالنسبة لإلي انتي صفقة كتير مهمة، وأنا متأكد أنها رح تكسب. لهيك أنا حابب أعرفك كتير منيح، لهيك نحن لازم نعطي حالنا فرصة لنعرف بعض أكتر. لهيك ماهي، أنا رح كون صريح، أنا كتير حضاري وما بدي أعمل أي شي غلط معك، بس إذا أنت بدك مساعدة لازم يكون في شي بالمقابل. بقى قولي شو بدك، النجاح والمال صح؟ بس ما عرفتي شو تمن نجاحك؟ لسه ما فهمتي؟ قولي ماهي شو بدك؟ قرار صحيح، بنت ذكية. بصراحة أنا كنت متوقع هذا الجواب، أنا ما خاب ظني فيكي أبداً، ورح تكوني مبسوطة. عادي ما بتأخر. ليكي كيف عم يطلع عليكي؟ هو عم يحاول يستغلك. سواتي، أنا وراج ما عم يرد على تليفوناتي. أمي وماهي ما عم ترد علي، شو نعمل؟ يلا نلحقهم. ليكي يا ماما، نحن لو بدنا. سواتي. نعم أستاذ. أنتوا شو عم تعملوا هون؟ طلعوا، أنا جبت معي شوية فطاير. شو صاير؟ ولا شي، عطيني أنا. لا ليلي، شو في أول؟ سيد شارما، أستاذ ماهي. أمي ماهي؟ هي شو صاير معها؟ ما بعرف. شو إذا أنا راج معه حق وصار يلي قاله؟ ماهي رح تكون واقعة بمشكلة. هلأ أنا مو قادرة أتصل بأنا وراج ولا حتى بماهي. يعني هذا الشيء كله صاير من ورا ظهري؟ أنتوا التنتين وثقتوا بأنا وراج أكتر مني، ما هيك صح؟ خبرتي وين ماهي؟ هلأ رح يروح لهنيك ويعمل لهم مشكلة. حلو.
أستاذ. يا أستاذ الموضوع بخص ماهي. شو المشكلة إذا حكينا معه شوي؟ أستاذ طيب احكي معهم حتى نسمع صوته شوي. ماشي، بس كرمال راضيكم رح أتصل بشوية لانا وبسألها. ألو. مدام شويتلانا، أنا بعتذر منك بس ما هي منيحة؟ اللي أنت شو قصدك؟ ما هي مو بنت صغيرة وفيها تنتبه على حالة، لا تكون من الرجال اللي بفكروا إنه النسوان لازم يضلوا تحت الوصاية تبعهم. ما هي سهرانة مع ناس محترمين هلأ. لا تقلقوا. أعطيني. ألو ألو يا مدام، أنا كون أما لماهي. أنت بتعرفي إنه أنا وراج إجا اليوم على البيت وقالنا إنه مدير هالشركة واحد ما له منيح أبداً، مشان هيك أنا قلقانة. يعني بالنهاية ماهي بتضل بنت صح؟ اسمعي، هي مشكلة الناس يلي من الطبقة الوسطى، لازم الناس يطلعوا من البيت ليشتغلوا وليشوفوا ناس جداد كمان ويكونوا ارتباطات. وثقي فيني، ما هي منيحة هلأ وعم تقابل ناس عندهم نفوذ كبير، وليكي مستقبل ما هي المهني رح يضيع من ورا هي التصرفات. لا لا ما بدنا هيك، بس نحنا رح نجي لعندكن هلأ، ما رح نفوت لجوا، بوعدك رح نقعد برا وننتظر ما هي. ماشي، انتو فيكن تجوا لهون وتنتظروها، بس ما هي بالحفلة هلأ. إذا أجيتوا لهون ما هي رح تطلع لبرا، وإذا شافتكن أكيد رح تروح عليها فرصة مقابلة الناس المهمين. القرار لإلكن. أعطيني المدرب، قصدي أعطيني سيد شارما. إيه مدام، أنا آسف، كنت مفكر إذا حكيت معك بترتاح، هيك فكرت. مو معقول، قديش هالناس مملة. ارتحتي هلأ؟ طمنتي؟ ما هي منيحة. افتحوا يلا، افتحوا لي الباب، بترجاكم ساعدوني ساعدوني. ألو خالتي، خالتي ألو. واضح أني قدرت أثر عليها، ومشان هيك هي رح تخضع لي فورا وحتى ما رح تقاومني أبدا. شو صار معي؟ قليلي شوفي. أنا ما فيني أعمل هيك، أنا بعتذر. شو؟ شو صار؟ بعلمي كل شي كان منيح، شو يلي صار؟ أستاذ خليني روح، أنا ما فيني أعمل هيك شي أبدا. ماهي لا تعصبيني، ما في حدا هون بيقدر يوقفني ويقول لي لا. ما بدك العقد يعني؟
يعني إذا ما سمعت منك وما عملت مثل ما بدك ما بتوقع هذا العقد معي أنا؟ يعني ما رح أحصل على عقد لأني موهوبة؟ رح وقع إذا بس عملت هيك؟ ما بتعرفي ليش إجيتي؟ أو أنت ما بتفهمي؟ يعني معقول ما عرفتي شو بدي منك لهلأ؟ ما في شي مجاني أبداً بالعالم يا ماهي. الأمور صارت بدك تعطي لحتى تاخدي. بترجاكن افتحوا الباب، بترجاكن. في حدا هون؟ ساعدوني بترجاكن. انت مو اول وحده، في غيرك كتير. انت بتقصد انه كان في بنات كتير قبلي انا وانت حاولت تستغله؟ بس هالشي فاد البنات كمان بنفس الوقت، يعني هن حصلوا على الشي اللي بيطمحوا له كل حياتهم. لهيك انت لازم تسمعي مني، ومن اليوم رح تتغير حياتك ورح تحصلي على اللي بتتمني. لبقى تضيعي وقتي اكتر، لازم تعملي اللي بقوله وإلا رح تخرب لي حياتي كلياتها، صح؟ بس قبل هالشي أنا رح خليك تندم على اليوم اللي عرفتني فيه، رح أعاقبك وما رح خليك تستغل بنت تانية، واحد بلا أخلاق. لازم تراقب شو بدي أعمل فيك هلأ، مفهوم؟ ما هي تركيني، أنت رح تندمي كتير. بدك يعني أنا نصير رفقات ما هيك؟ شوف لك أنا هلأ كيف رح أقدم لك نتيجة سنين التدريب اللي حصلت عليها. خلينا نشوف إذا بتقدر تتحمل. أنا هلأ عم حذرك، العواقب وخيمة. قلت لي العواقب وخيمة؟ إيه بس لإلك. أنت كنت كتير خايف علي، ما كنت خايف على إمكانياتي وعلى مهنتي كمان. أنا هلأ رح ورجيك موهبتي الرائعة بالملاكمة، ضرباتي بتورجيك مهاراتي. أنا رح أأذيك وخليك تندم، رح تشوف شو رح يصير فيك. أنا بوعدك إني خليك بحياتك ما تستغل أي بنت لما أنتهي منك. قوم عود، خليك اسمع. ما في شي مجاني بالعالم يا ماهي، الأمور صارت بدك تعطي لحتى تاخدي. أنا الآن بوضع سيء مع هذا الزلمة، لازم أعمل أي شيء لحتى ما يقدر يشوه سمعتي قدام الكل. أنا لازم أحضر العرض الحقيقة قدام العالم. يعني هن حصلوا على الشيء اللي بيطمحوا له كل حياتهم، وهلأ أنت لازم تعطيني العقد اللي معك، وكل هذا الضرب اللي أنا ضربتك إياه اليوم هو هدية مني لإلك. وإذا بتحاول تلعب معي فأكيد رح يتسرب التسجيل لكل العالم. أنت لازم تنتبه على حالك كتير منيح من اليوم ورايح، فهمت؟ واضح؟ إذا بقى بتحاول تخدع بنت تانية مسكينة أتأكد أني رح موتك من الضرب، وشوف وقتها أنا كيف بدمر لك مستقبلك وما بقى رح تقدر تشتغل بحياتك. عم تفهم؟ عفوا، بدي رقم غرفة السيد شوبرا لو سمحت. استاذ هو بالجناح الرئيسي، رقم الغرفة 41، روح من هون مباشرة. من هنيك؟ ايه من هنيك. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. اللي وينه شوبرا؟ ما بعرف، بس كان مشغول مع هديك البنت استاذ، هنن كان عندهم اجتماع لوقت متأخر ويبدو انه عم يرتاح. انا سألتك وينه السيد شوبرا، بدك تقلي فهمت؟ استاذ انا شو عملت؟ السيد شوبرا هو عمل كل هاد، ليش بدك تقتلني لي؟ ما كنت متوقعك تنزلي لهالمستوى يا ماهي، هيك بتحققي نجاحك؟ you
انت منيحة؟ خلص اهدوا، ما في شيء ابدا. أنوراج اجى لهون. احكي الصدق، انت منيحة؟ ماهي، أنوراج قال انه العالم يلي انت كنت عندهم مو منيح ابدا. انت ما عندك فكرة عن الموضوع؟ شو امتى وصلتي؟ حفلتك شلون كانت؟ شو ليلي كيف كانت؟ كانت حلوة استاذ. امي لازم تبلشي توثقي فيني مثل قبل. انت بتعرفي انه انا قوية وماني بحاجة زلمة يحميني ويوقف جنبي. أنوراج ولا شي، قدراني انتبه على حالي وكتير منيح. واذا الام كانت واثقة ببنتها وقتها ما بتضل تابعة للرجال ورح ترتاح، وما بقى رح يشوفونا انه نحن ملكن، وهيك رح يحترموا كل آرائنا. فهمتي؟ سمعتي؟ مبسوطة؟ بنتك مانا أقل من أي رجال، هي تدربت كلها سنين حتى قدرنا نعمل منها هي البطلة. ماهي أنت منيحة بنتي؟ قوليلي صاير لك شي؟ أمي شو مشكلتك؟ طيب أنت ما عم تقدري تصدقيني وعم تصدقي لأنه راج أكتر من بنتك. أمي أنا قلت لك إني منيحة، بس أنت اللي ما بدك تصدقي كل هذا الحكي. إيه؟ لأنه أنوراج إجا وقال إني أنا واقعة بمشكلة، لهيك أنت لازم تصدقي مباشرة، وأنت مانك مستعدة نهائياً تصدقي إنه أنا منيحة. بتعرفي شو هي أكبر مشكلة عندي بهالحياة؟ هذا الشخص أنوراج. كتير منيح ماهي، تعبك جاب نتيجة، أنت خليتيني فخور فيكي. فعلاً انضمام نجمة رياضية جديدة نحن بنفتخر فيها وشركتنا بتفتخر فيها، واللي رح تمثل شركتنا لهي السنة هي رح تكون ماهي سينغمان. هي فخر لإلي، هي مانا موجودة هون لأنه جدول أعمالها مضغوط كتير. هلأ ماهي لازم هنية واتمنى لها الخير والتوفيق. ماهي انت اللي كيف بتتجرأي تعملي هيك؟ اه؟ لك شو انت ما بتخجلي من حالك؟ عن شو عم تحكي انت؟ عن جد ما عم صدق، بس كرمال العقد، كرمال الفرصة والمال انت تسوي هيك شيء؟ مو متخيلك تنزلي لهالمستوى. انت كيف بتقدري تبقي مع اي شخص؟ انت سيئة ماهي. حاج تحكي معي بهالطريقة، انت بتعرف مين انا، بس ما بعرف شو عم يدور ببالك وشو صاير لك. لا بقى تحكي معي بهالطريقة، عم تفهم؟ ماشي فهمت اللي صار، انت هنتيني وطردتيني من هداك المكان وهلأ فهمت ليش كان بدك تحصلي على هداك العقد وبأي تمن كان. انت كمان خطفتني مشان أسباب شخصية وهلأ جاي على بيتي لحتى تعطيني هاي المحاضرات؟ بعمري ما رح التقي بزلمة أسوأ منك انت يا أنوراج. بكفي تعطيني محاضرات وروح من هون. ماهي ماهي إذا بتحاول ترفع إيدك عليها أنا رح عاقبك، والشرطة بتعرف شلون تتصرف. أنا كنت مفكر إنك رياضية وموهوبة وبنت بتحترم حالها، بس ما كنت بعرف أبداً إنك رح تنزلي لهالمستوى. ماهي وقفي أختي، أنا رح أخذك بإيدي. لك مين أنت لحتى تعطيني هاي الأحكام؟ شو مفكر حالك؟ أحسن لك تروح من وشي قبل ما يطلع خلي عليك هالمرة، فهمت؟ طلع من هون. ماهي طولي بالك، يلا روح. شو هاد؟ ها؟ رح ألكن شغلي، مستحيل يكون إلي مصلحة بالتواجد مع هاي البنت. هلأ عن شو هو عم يحكي ماهي؟ لما بتحصلي عن نجاح بسهولة وقتها ما بيدوم كتير، يكون بعلمك الكل رح يعرفوا شو هو الشيء اللي ساويتيه. عن جد حاجة بعد تتهمني، انت ما بتعرف شو اللي صار، انت ما بتعرف شي. غريب كيف بيفكروا انه كل البنات سيئين وما نمناح.
هلا فيكن تفهموني شو قال؟ ماهي اسمعيني، انت لازم تهدي وتجاوبيني على كل اسئلتي. ليش انت رجعتي مبارح لحالك؟ انت رحتي الليله الماضيه على الحفله مع المدام شويتلانا، بدي اعرف ليش مو هي اللي وصلتك على البيت. اتصلنا فيكي اكثر من مره، ليش ما رديتي على تليفونك؟ اذا انت مالك غلطانه قليلي وين ومع مين كنتي ليله مبارح؟ قولي. مو قدرانه اصدق انه هالاسئله الي. يعني انت ما عندك ثقه فيني ابدا؟ هلا انت صرتي بتوثقي بانوراج اكثر مني يعني؟ قولي امي. اسمعي انوراج ترجاني لقله وين كنتي مبارح، هو كان قلقان كثير عليكي. انت ما شفتي كيف كان؟ ليش لحتى يكذب علينا؟ قولي. انت ما عم تصدقي حكي. ايه طبعا بس بتصدقي يا انوراج، بالاحرى بتفضلي انك تصدقي شخص غريب. يا ترى انت ما خطر لك اني انا بكون بنتك؟ هو انه انا رح اعمل دائما مثل ما انت علمتيني؟ ما عندك ثقه بالقيم اللي زرعتيها فيني واللي علمتيني اياها طول عمرك؟ فهمت انك ما بتوثقي فيني، بس معقول بتشكي بتربايتك؟ من لما كنت صغيره فكرتي انه انا بسيطه مو؟ وفكرتي اني رح ضيع وانه اي واحد فيه يستغلني وكنت رح خليه يعمل اللي بده يا ما هيك؟ انت نسيتي هلا ولا ليكون رايك فيني تغير وصار مو منيح؟ او فكرتي ممكن خلي اي شخص يستغلني؟ جاوبيني. ما هي القصة مو هيك ابدا. لما انوراج خبرنا بالموضوع وقتها انا عرفت انه سيد شوبرا حدا مو منيح. انوراج 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 خلص بقى حاجة تجيبي سيرة انوراج بهذا البيت. شو اللي عامل لك يا لحتى عم تصدقي كل كلمة بيحكيها وبيقولها؟ هداك الزلمة ما جبلنا غير الوجع والمعاناة. أبوه كان بده يقتل المدرب، هن خطفوني وضايقوني وصاروا يتصرفوا شغلات مو منيحة معي بالمرة. معقول؟ بالرغم من معرفتك بهذا الشيء انت لساتك عم توثقي فيه لهلا؟ ماهي بس اسمعيني شوي. لا يا اختي ما تحكي ولا شيء، شو ما بقول انا اكيد رح تلاقوه غلط، ويمكن بتوثقوا بهداك الغريب مثل اي حدا بهالعيلة هي. ماشي ماهي وقفي. ماهي بس ماهي. اسمعيني شوي. ماهي لوين رايحة هلا؟ ليش مبين مزعوج هيك؟ ما رح روح لحتى تحكي لي شو صاير معك. أمي
أنا كتير متضايق وما بتصور إني أتحمل. أنا فيني أعملها نجمة، بس هي لازم تثبت حالها بالشي اللي رح أطلبه منها. موافق نرقص. شو بدك يعني حس يعني؟ ما هي لازم تسمعيني، انت هيك عم تغلطي. هذا اللي بتستاهله. لو بتعرفي اللي صار فيني هنيك بس كنتي عزرتيني فورا. هنن كان عندهم اجتماع لوقت متاخر ويبدو انه عم يرتاح. لك كيف بتقدر تساوي هيك؟ نازلت عن مبادئها لتحصل على اللي بدها اياه بس. ما عم بقدر صدق هالشي. لا مستحيل تعمل هيك، مستحيل انه يخيب ظني بماهي. ماهي ما بتعمل هذا الشيء. انت سمعت شو قالت هي؟ تفضلي قولي امي، انت لوين بدك توصلي؟ الشيء اللي شهدت عليه واللي شفته معقول ما بيكفي لحتى تصدقيني؟ لا انت عم تعمل نفس غلطتها لماهي، عم تحكي من عندك بدون ما تعرف الحقيقة لأنكم متضايقين من بعض شوي. أمي أنا عم أحكي الصح، مفكرة أني ممكن أغلط بحقها يعني؟ إيه. ألو ماشي. تم إلقاء القبض على بعض الأفراد من قبل الشرطة في فندق مشهور في دلهي لأعمال غير مشروعة. شو اللي عم يصير؟ انتي وبناتك كثير سيئين. ما عملنا شيء، نحن بريئين. ما عملنا شيء، نحن بريئين. بترجاكم اتركونا، نحن بريئين. شو اللي عم تعملوا؟ لو سمحتوا بترجاكم. هي جارتنا بالحارة. خلاص بترجاكي، خلاص اتركينا. ما عملنا شيء، بعدوا عنا. اعطونا فرصة نحكي بترجاكم، خلونا نحكي. ما عاد في أي شيء ينحكى صاريتنا. أنت اللي ربيتي بناتك بهي الطريقة السيئة لحتى خليتي العالم يحكوا عليها. عندك بنتك الصغيرة شقية وبتحب المشاكل، وكلنا عرفنا إنها كانت بنت مو منيحة وشفنا اللي بزوروكي. عن جد أنتو حدا كتير سيء. نحن بريئين، ما عملنا شيء. بكفي بقى حكي فاضي. مشان تتعلموا ما ترافقوا الناس السيئة. الشرطة ما بتجي أبداً لعند الناس الأبرياء. انتوا بتستاهلوا كل شي صار فيكم. انتوا قبلتوا تنزلوا لهالمستوى كرمال تحصلوا على المصاري والنجاح. ساريتا، انتي لو ربيتي بنتك الصغيرة منيح ما كان صار هالشي أبداً معك. انتي مبسوطة بالشي اللي صار؟ ضليتي تشجعيها؟ نحن اليوم سمعناكي كم كلمة، انتظري وشوفي شو رح يصير فيكي بكرة. ماما، أمي. ماما شوفوها، ليكا هي اجت السيئة. اختي ماما هي ما بتستحي على حالها، جابت العار لعيلتها. هي البنت بالأخلاق، هي لازم تطلع من الحارة ومن المجتمع كله كمان. هنن ما دخلهم بشي. مين اللي دخلوا لكم؟ تعاقبوني إذا بدكم، بس هنن لا، هنن ما دخلهم بشي. لا تعاقبوهم، انتوا فيكم تعاقبوني. ليلي اختي لا تخافي، انا هون جنبك، ما راح يصير لك اي شيء، لا تخافي حبيبتي. فكرك فيكي توقفينا او تخلينا نسمعك؟ نحن بنمشي حسب المجتمع، نحن ليش لازم نسمعك؟ انا بترجاكم لا تعاقبون. انن ما دخلهم باللي صار، لا تعاقبون. انا رح اعمل اللي بدكم اياه. انا رح ساوي عجبت. انا كثير زعلت عليها. ساوي كل اللي بدكم اياه، بس صدقوني انتو لازم تصدقوني. انا ما عملت شيء، ليش الكل عم يطلع اتهامات؟ لازم تعرفي انه انت جبتي البهدله لحالك، انت الشخص السيء يلي ممكن يأذي اي حدا حواليك. يلي مثلك بيرضوا يعملوا شغلات مو منيحه ما بيكونوا محترمات ابدا. انت عم تمثلي علينا انك محترمه. كل هالحكي كذب وما له صح. انا ما عملت شيء نهائيا. انتو لا مو كذب. انتو ليش صدقتوا هذا الحكي اصلا؟ خلص بقى
انت بنت سيئه ولا كلمه. خلص بقى صوتكم يا سيئه. انتوا اللي خلاص مو رح نكف. بترجاكم اختي يا سيئه. شو ناطره؟ اعملي لها اللازم، سمعيها كم كلمه. بكفي لهون. شوفوا أنوراج عم يدافع عنا، مو هالزلمة اللي اشتكى؟ مو هاد هو؟ ايه هاد هو. بلا هاد هو نفسه. ايه هو الحكي. يلا احكي لنا. كان الحكي تبعنا ما احنا، هي اللي جابت لنا البهدلة. يلا احكي لنا. ايه هاد هو. تفضل احكي. ليش ما عم طلع صوته؟ ليش ما عم تحكي؟ يلا احكي. هو انت اللي قدمت الشكوى؟ تفضل احكي. عم يلا احكي. يلا عم نسمع. تفضل احكي. يلا احكي لنا. هاي البنت بلا اخلاق، هي لازم تطلع من الحارة ومن المجتمع كله كمان. عن جد انت بنت سيئة. عالم مثلكم فيهم ينزلوا لهالمستوى كرمال المصاري والنجاح. هو ما كان رضيان بإهانتي، حتى كمان إجا لهم مشان يزيد علي أكثر. لازم تسمعيني. لو سمحتي لا بقى تقرب مني. انت اخذت كل اللي بدك اياه ومثل ما بدك. انت المفروض تكون مبسوط بإهانتي هلا. انت خلص صرت ميت هلا بالنسبه لي أنوراج. ماهي رجاء اسمعي. لا أنا ما بدي أسمع أي كلمة منك. وقت اللي كان بدي أقول لك الحقيقة واللي صار أنت وقتها ما سمحت لي إني أحكي بالموضوع، وهلأ أنت بدك تبرر لحالك، ما هيك؟ القصة مانا هيك يا ماهي لو سمحتي. لا، الثقة فيك وحبي لإلك كانوا هنن غلطة حياتي. أنت الشخص اللي كان أكبر كسبة عشتها بحياتي. القصة مو هيك، اسمعيني شوي. أنا ما عاد بدي أشوف وشك أبداً. رجاءً ماهي اسمعيني. ماهي لو سمحتي اسمعي. استني اسمعيني. أنوراج انت تجاوزت حدودك اليوم. من هلأ ورايح انت صرت ميت بالنسبة لإلي. المهلة اللي معك بلشت، بتشوف شغلك. أنا هلأ بدي روح أخذها لماهي على ريشيكيش. أنت تأكد يكون كل شي جاهز وقت بوصل لهنيك. بشوفك. ماهي اسمعيني، انت هيك عم تغلطي. مدام انا ما عملت اي شيء سيء، انا ماني مسؤوله عن هذا الشيء اللي صار. ماهي اهدي، انا بدي اياكي تروقي. بعرف انك بريئه بس انتي بنت ماهي،
ورح يعاقبوكي بدون أي سبب. هاد مانو جديد هون. بعرف، ولهالسبب أنا بعلق بالمشاكل كلها هون. بس هالمرة في عندي دليل براءتي. إذا الدليل بيوصل للناس كل شي رح يكون بخير ومنيح كمان، وهنن أكيد رح يصدقوا. وقت اللي كنا بالفندق صار يضايقني. أنا وقتها ضربته وسجلت له صوته على التليفون. يعني كل شي مسجل عندي. وهددته أني رح أفضحه قدام كل العالم. كتير منيح، هي جنت على حالها، خلت شغلي أسهل، وحالياً ريحتني كتير. هذا كل اللي صار صدقين. ما هي لا ضبي غراضك، وكمان جهزي كل شي، رايحين عريشكي. رايحين؟ لشو؟ لأنه صاحب شركة بيلي دين موجود هنيك. نحن رح نقله الحقيقة، وأنا متأكدة إنه رح يعيد التفكير، وإنتي هيك رح ترجعي عقدك معه. مدام إنتي تتوقعي إنه يمشي الحال وقتها؟ أكيد رح يمشي الحال. ماهي، أنا ما بوثق بهاي المرة لو شو ما صار. شو الدليل اللي حكيته عنه؟ إذا أنت معك دليل قوي، نحن ما لنا بحاجتها أبداً. رح نحل كل شيء. أمي لا تخافي، خلص أنا هلأ رح روح. وغير هيك، لما ما حدا وثق فيني هي وثقت فيني، وفهمت الشيء اللي عم امرق فيه كمان. هي وقفت جنبي وبدون ما تعرفني حتى. أي مش الحال، هي رح تجي. شوفي خالي، ليش بدك تشوفيني هون لحالنا؟ ما بدي أعمل لك مشكلة، لازم شوفك لأنه الموضوع مهم وما بيتأجل لبكرة نهائيا، وأنا بدي مساعدتك فيه. شو القصة؟ كأنه مبينة متوترة، كل شي منيح بالبيت؟ ما في شي منيح يا ابني، أنا محتاجة مساعدتك. بدي تلحق ماهي وتكون مثل الظل وراها، لأنه هي برفقة حدا سيء، كل ما بدي أحكي معها بتصير بتعصب وبتعلي صوتها. هلأ بعد كل شي صار أنتي متوقع لا. أني هي ما عملت شي، بنتي ماهي بريئة. بس اسأل حالك سؤال، هي ممكن تعمل مثل هيك شي؟ أنا بعرف ماهي في عندها كتير عيوب، بس لا تنسى أنه أنا اللي مربيتها، هي ما بتعمل هيك بنوب. اسمع، هي ما عملت أي شي. هلأ في حدا بده يأذيها، بس مين بيكون؟ أنا ما عم بعرف هالشي. هاي شوية لانا، بصراحة أنا مو مرتاحة بالمرة لتصرفاتها. أنتي مصدقة أنه ماهي ما عملت أي تصرف مو منيح أو سيء؟ يمكن لأنك إما مو متقبلة الحقيقة. لازم تصدقني أنوراج، ماهي في معها أدلة. هي كانت عم تقول لشوية لانا أنه معها تسجيلات بتثبت براءتها، ولما سألتها شو هنين هي عصبت علي فوراً. أنا غلطت مع بنتي ماهي لأني صدقت الغريبين وكذبت بنتي، بس ما بدي تتعاقب على غلطتي. عم حاول أني أكون معه وما أترك أبداً، بس حاسة أنه رح أخسر بنتي بسبب شوية لانا. أنا حاسة أنه بدها توقع بمشكلة كتير كبيرة وخطيرة. أنا راج، شوية لانا بدها تاخدها على ريشي كيش معه. أنا حاولت إمنعها، بس ماهي ما سمعت مني أبداً. لو سمحت تساعدها، لو سمحت تنقذها، أنا بترجع. رجاءً 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 ما تطلبي مني هالشي. ليكي، أنتي ما بتطلبي مني، أنتي بتأمريني. ماهي ما بتعرف بهذا الشي، أنا كتير بحبها وما رح أسمح إنه تنأذى بنوب. خالتي اسمعيني منيح، أنا رح روح وراها ورح رجعها لعندي. لهيك بدي إياكي ما تخافي رجاءً. ماهي شو بدك تطلبي؟ لو سمحت
جيب لي 7 بيضات وقطعة واحدة فطاير مقلية وقطعة كمان من الحلو وكمان جيب لي رز مع صلصة وكمان 4 فطاير بالقشطة بس هدول. وصح لا تنسى العصير. ما رح تطلبي شي؟ أنا آسفة ماهي بس أنتي رح تاكلي كل هاد؟ تقدري لحالك؟ إيه ممنوع؟ لا لا أنا متفهمة، أنتي ملاكمة وأكيد شهيتك مفتوحة. إيه رح أرد على التليفون وبرجع لعندك. شو طيب؟ ليك رح نتشارك الأكل، جيب كاستين عصير. روح. شو عم تعمل هون؟ انت عم تلحقني مو هيك؟ يلا كلي أكلك ولا تعصبيني. أمك كانت كتير قلقانة، قالت لي إنك بنت سخيفة من الدرجة الأولى. قلت لها لا تخافي أنا رح روح شوف لك ياها وين. اسمعي لهالسبب أنا أجيت لهون. مو معقول. ليك انت تسببت لي بمشكلة كبيرة، عملت فوضى بحياتي، أنا ما رح اسمح لك إنك تخرب علي كل شيء. اسمعي ممنوع تتصرفي عكيفك وما رح روح من هون. تعودي تشوفيني حواليكي بكل مكان، أنا وعدت أمك بهذا الموضوع. ماشي لكن اعمل اللي بدك إياه وأوفي بوعدك. أنا رايحة. حلو بحب هاي الطريقة. أنا رح ألحقك بالسيارة. إيه محبوس هون وأنا رايحة على رشيكيش. ماهي شو عم تعملي هون؟ ولا شي امشي. نحن قطعنا نص الطريق هلا، صار وقت الوداع يا ماهي. عفواً مدام، مبين إنك مستعجلة. لو سمحتي أنا بدي أشوف وراء السيارة. لشو؟ أنا ماني شايفة أي نقطة تفتيش هون. ماهي نحن هون بمدينة جديدة، أعطي له وراء. يا مدام في مشكلة إذا بتنزلي من السيارة؟ لسه ما خلصت؟ خلصنا؟ لا لسه ما خلصت لأنه بدي أعمل شغلي. شوفي شكلها اتركني ولا بعد. كلمة شو بدكن؟ شو عم تساووا انتو؟ بعدوا عني. لا ماهي ماهي شو معقول انتو شو عم تعملوا؟ بعد عني عم قلك بعد. شو حدا يساعدها؟ حدا ينقذها لماهي؟ حدا يساعدها لماهي؟ شكرا لك. سلام. انتبه عمهلك ابني. شفت شي البنت اللي طلبت اكل كتير جوا عندك بالمطعم؟ شفتها لوين راحت؟ هي راحت من الطريق السريع، صار لهم وقت ماشيين، سمعت ضجة كتير من السيارة والمفتاح كان على الارض. طيب ماشي هاتوا يسلموا. شكرا كتير لك عروش. انا اشتقت لك. نحن امتى رح نتزوج؟ بتصل فيك بعد شوي. ماما لا تخجلي، انت فيكي تحكي معه مو مشكله. لا انا بس بعرف
انت حاسه حالك بهالبيت عم تتعاملي مثل طفله صغيره مو هيك؟ ابوكي مو مهتم غير بامور ابنه الصغير، بس انت اميرتي وحبيبتي المدلله، انت هي بنتي الوحيده. بعرف يا امي، بس يلي بتفكري فيه دائما ما حدا بيفكر فيه هون. وبالحقيقه انت كمان ما حدا بيفكر فيكي بهذا البيت مثلي، كل الرجال ما بيتركوا لنا مجال لحتى نحس حالنا مهمين بنوم. حبيبتي مو كل الرجال مثل بعضهم. امي خدي شوفي، اخوكي جاب لك هدول لإلك. شو هذا امي؟ هو كان متاكد انه انت رح تخانقي، مشان هيك طلب مني حتى اعطيك اياهم بايدي. واذا بدك اي شيء تاني بس قولي له لقله، هو بيجيب لك اياه. وهلا فيكي تختاري خاتم الخطبه من هي المجموعه الحلوه. عن جد؟ أنا راج جاب لي هدول؟ ايه هو جابهم، هو كمان كتير متحمس ومبسوط لحفلتك. أنا بعرف منيح أمي، هو بده يعني اترك له البيت فوراً وبأقرب وقت مشان ما يضل يسمع محاضرات مني. الملاكمة ماهي سينغمان متهمة بأعمال مشبوهة لأجل توقيع اتفاقية عمل مع شركة بليدي، وقد قرر اتحاد الملاكمة التحقيق في هذا الموضوع، وإذا أثبتت إدانتها سيتم منعها من المشاركة في البطولة. شفتي يا أمي شفتي؟ هاي نتيجة اللي بيجرب يتحداني لإلي. هي صارت برات البطولة هلأ كله بسبب مواجهتها لإلي. هالشي كان لازم يصير، هي كانت عم تتكبر علينا. ليك ابني شو صار فيها هلأ، ورح تندم كتير على عملتها. المهم أمي ابني يقتنع بالتحضير للألعاب الآسيوية ويحصل على عقد الملايين، ماشي أمي؟ بكل بساطة البطولة مضمونة وهداك العقد رح يكون لإله. أنا عندي فكرة جوكراج. اسمع، يلي لازم تعمله هلأ تتصل بشوية لانا وتخبرها. لا شبك، لك اسمعني منيح، ولا بقى ترفض تعمل يلي بطلبه منك أبدا. تفكر منيح وبحكمة وحط كل الخلافات تبعك على جنب، ورح أطلب منها إنها تدعم ابنك بكل شي بتقدر عليه. آخ أنت معك حق بهالحكي. ألو مدام شويت لانا، تحياتي. شو بدي قلك، بتمنى ما تكوني زعلانة مني وتسامحيني على اللي صار هديك المرة بيناتنا أنا وياكي. قليلي إنك مو مزعوجة. ليكي ما هي هلأ صارت برات المنافسة، لهيك أنا عم فكر، بس كنت بس مدام شويت لانا بعد كل شي صار. مدام شويت لانا اسمعيني شوي. الو انت الو 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 ليك سكرت بوشي، قلت لك ما بدي احكي مع امي. هي لحد هاي اللحظه عم تدعم ماهي بعد كل شي صار وعملته معنا. مو مشكلة بسيطة، مو مشكلة. يلا ماهي ردي علي لو سمحتي. وين بدي دور عليها؟ هدول مجموعة خواتم خطبة ابني، بدي تختار اللي بيعجبك منه. ماشي مشان نصممون. هاي الخطبة ما رح تصير بحياتها. هنن ما رح يتزوجوا لو شو ما صار. هذا الموضوع انتهى، عم تفهموا علي؟ عمي آسف بس شو عم تقول؟ روح اسأل أمك شو السبب. هي مصرة أن تدمر مستقبل ابني كلياته، وعم تروح وتدعم البنت يلي واقفة ضدنا. مو انت جاي هلا عم تسالني شو هي المشكله؟ لك امك ما احترمت الارتباطات يلي بيناتنا ووقفت ضدنا كمان. هي حرمت ابني من العقد يلي عرضته شركه الاحذيه، وعملت كل جهدها حتى يتفقوا ويوقعوا هالعقد مع ماهي. كلياتنا بنعرف مين بتكون هالبنت السيئه ماهي، وفجاه اجت امك دعمتها الها ونكرت معروفه معنا كله. سمي. اسمع
ما بدي يكون لك أي صلة معنا بعد اليوم ونقطة انتهى. أنا ما عم صدق. مو معقول. شو هالحكي؟ يلا لبرا. لا بابا، أنت ليش هيك عم تحكي معه؟ ليش لحتى تلومنا أنا وهو؟ شو دخلنا بالشي اللي صار معكم؟ لو سمحت لا تدمر حياتنا وتدخلنا بمشكلتك مع ماهي أبدا، كله مشان الملاكمة. إذا لسه بتحكي كلمة تانية رح تشوف في شي ما بيعجبك. وانت طلع من بيتي وإلا بتصل بالشرطة حتى يجوا يشحطوك لبرا، عم تفهم؟ طلع. يا عمي اسمعني شوي، اسمعني شوي برا. بترجع يلا. عمي اسمعني لبرا. يلا يا عمي ما بصير هيك، اسمعني بس شوي بترجع. ما بصير تعامل سهرك بهالطريقة هي. يا حراس انتوا وين كلها هلا؟ تعالوا. حاضر. طلعوا لبرا لهاد. يلا امي اروش. اروش وين اهدينو؟ عمي اسمعني. لا اروش. لا ابدا شفتها شيء. لا ابدا. لا ما شفتها. ما شفتها. شكرا. شو بدي اعمل هلا؟ بتمنى تكون ماهي منيحه ومو صاير لاي شيء كرمال امها. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.